ما كاينش يعني ماهيش حاجه تكلم هو يتكلم غير بس على الجيل السابق يعني هو اتحاد البليده يتكلم على اتحاد البليده السابق يسقسي على اتحاد البليده طبعا ويتكلم على شباب الوزداد بكري عاشور والالماس بالنسبه لي عاشور عاشور الله يرحمه حنا نتمنى له الشفاء ان شاء الله ونحيي ايضا زوجته اللي واقفه معاه يعني فاطمه بالحاج اللي تعتبر سند وقفة ما شاء الله ما شاء الله نعم الزوجة ونعم المرأة يعني ما شاء الله ربي يحفظها وربي يحفظ كذلك سيد صالح وقلوت نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله والعودة إلى الجزائر والعودة للجماهير وأنا تكلمت معه قلت وقت العودة قال لي من المفروض إذا كان كتب ربي إن شاء الله بعد 4 شهور إن شاء الله من الآن بعد 4 شهور من الآن على لسانه إن شاء الله يا ربي.